السلام عليكم. مرة أخرى يرتفع الصوت العربي في إيران في صورة احتجاجات، ومرة أخرى تشتد وطأة سلطات طهران على المتظاهرين من دون استنكار يذكر لا في الداخل ولا في الخارج، ومرة أخرى أيضا يتعامل العرب مع ما يجري في الأحواز كمن لديه أذن من طين والأخرى من عجين. ما طبيعة هذه التظاهرات وما دلالة توقيتها؟ البحث عن الإجابة بعد الفاصل. لماذا هب العرب في الأحواز بهذه القوة؟ هل يعقل أن مجرد برنامج تلفزيوني على قناة حكومية تجاهل ذكر العرب يمكن أن يكون سبباً في خروج هذه الحشود الشعبية؟ ما سبب هذا الصمت العربي والدولي عن تظاهرات الأحوازيين؟ وما فرص المتظاهرين في الحفاظ على زخم التظاهرات والاستمرار فيها؟ أسئلة تشكل صلب حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، التي تبحث في أسباب الهبة الأحوازية والتداعيات التي يمكن أن تحدثها على الساحة الإيرانية. أهلا وسهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد. من جديد يهتفون باسم بلادهم، إنهم عرب الأحواز. تدخل احتجاجاتهم ضد النظام الإيراني أسبوعها الثاني، وتتسع رقعتها لتشمل عشرات المدن والمناطق الأحوازية. تتجدد التظاهرات ليلا تجنبا لرصد المشاركين فيها من قبل السلطات الإيرانية التي تواجههم بالقبضة الأمنية، وتشن حملات اعتقال مكثفة في صفوفهم، فضلا عن إغلاق بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تطبيق تليجرام الذي اتهمته السلطات بالقيام بدور تدميري في الاحتجاجات. المتظاهرون يطالبون بنيل حقهم في تعليم أطفالهم اللغة العربية والعمل في المؤسسات البترولية الضخمة في مدنهم، ووقف سياسات القمع والتهميش ومحاولات تغيير الواقع الديمغرافي للإقليم عبر تهجير العرب وتوطين قوميات أخرى مكانهم. مطالب قديمة قدم سياسات النظام الإيراني ضد عرب الأحواز، غير أن الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها أكثر المدن الإيرانية قبل شهور قليلة ربما شجعت الأحوازيين على محاولة إعادة قضيتهم إلى واجهة الاهتمام السياسي والإعلامي محليا وعربيا ودوليا. إيرانيا، فإن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تتزعمه مريم رجوي دعا المواطنين الإيرانيين في أرجاء الأحواز إلى التضامن مع المتظاهرين ودعمهم، مطالبا في الوقت نفسه الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإدانة سياسة القمع والتمييز التي ينتهجها النظام ضد المواطنين العرب، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن سجناء الإقليم خاصة المعتقلين خلال الاحتجاجات في الأيام الأخيرة. أما على المستوى العربي، فإن الدول العربية تبدو حتى الآن عاجزة عن دعم الحراك العربي الأحوازي في إيران، بينما تنشغل بسبل وقف التمدد الإيراني داخل المنطقة العربية. ولا تختلف ردود الفعل الدولية كثيرا عن نظيرتها العربية، فليس ثم موقف قوي يجبر طهران على وقف سياساتها ضد عرب الأحواز، ما يشي بأن القضية ربما تبقى معلقة لسنوات قادمة، وإن مثلت الاحتجاجات الحالية تطورا نوعيا هاما فيها. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي، الباحث في التاريخ، وعبر سكايب من تونس العاصمة الدكتور عباس الكعبي، رئيس المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز، وعبر الهاتف من لندن حسن راضي، مدير المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا من تونس العاصمة، دكتور عباس، يعني هل يعقل أن يكون مجرد برنامج تلفزيوني تجاهل، أسقط، تغافل عن ذكر العرب في برنامج تلفزيوني، هل هذا سبب كاف لهذه الهبة والتظاهرات يعني القوية في الشارع الأحوازي؟ تحياتي ومساء الخير، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. القضية لا تتعلق بهذا البرنامج التلفزيوني في حد ذاته، فنحن نعرف بأنه من بث هذا البرنامج هو التلفزيون الرسمي الإيراني، ونعرف بأن التلفزيون الرسمي الإيراني يدار من قبل جهاز المخابرات والأمن الإيراني، فالقضية لا تتوقف عند هذا، إنما القضية تتعلق بأسباب وتداعيات كثيرة، أسباب الاحتلال وتداعيات هذا الاحتلال. فإذا نلاحظ التوقيت بالذات، فنلاحظ بأن التوقيت يأتي متزامن بالقرب من الذكرى 93 لاحتلال الدولة الفارسية إلى دولة الأحواز العربية، وما رافق هذا الاحتلال من حالات ظلم واضطهاد وقمع وقتل وتجويع وحرمان الشعب من كافة الحريات الأساسية كحرية التقاضي وحرية التعليم وحرية الإقامة والمسكن والتنقل وغير ذلك من الحريات الأساسية المتعارف عليها والحقوق المدنية والأساسية بشكل عام. فهذا الشعب على مر أكثر من 9 عقود محروم من كافة حقوقه الأساسية.
فهذه الحالة هي اللي خلفت هذه الحالة من الغليان وحالة الاحتقان الموجودة، وجاء هذا البرنامج يعني كما يقال بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير. فهذا البرنامج هو استفزازي في حد ذاته، ونحن نعرف بأن التلفزيون الرسمي الإيراني هو لا يمثل الشعب العربي الأحواز بأي حال من الأحوال، ولكن الاستفزازات تكمن في السلوك الرسمي للدولة الفارسية الإيرانية التي تمارس هذه الاستفزازات بشكل دائم تجاه الشعب العربي الأحوازي. فكان هذا الحدث يعني أنه كانت هناك ردة فعل، إنما يعني دكتور عباس، يعني أفهم من كلامك أن جهاز المخابرات تعمد إظهار هذه الفقرة التي تتجاهل العرب أو تمثل مظهرا من مظاهر العنصرية بحقهم مثلا؟ بلا شك أي برنامج يطلع في التلفزيون الرسمي الإيراني فيقف وراه، يقف خلفه جهاز المخابرات الإيراني، هذا أمر طبيعي. فلا يمكن أن يمر أي برنامج تلفزيوني في الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني إلا بمباركة وتأييد وتزكية جهاز المخابرات الرسمي الإيراني، فهذا طبيعي يعني الأمر هذا. فكانت ردة الفعل بالشكل هذا. طيب، ولكن نعم، معذرة، أكمل الفكرة تفضل. قبل ذلك، لك الفضل، قبل ذلك أنه نلاحظ أنه كانت هناك حالات، مثلا أنه هناك مثلا فيديو انتشر على نطاق واسع في عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرمجة الهاتف، أجهزة الهاتف الذكية، وهو أنه فيديو يعود لاستشهاد شاب أحوازي قاسم الساري، الشهيد قاسم الساري، حيث يعني استشهد تحت التعذيب الشديد في سجن في مدينة شيبان الأحوازية، والذي يخضع هذا السجن إلى الاحتلال الفارسي بطبيعة الحال، فاستشهد تحت التعذيب. هناك حالات استشهاد يعني أنه الاحتلال غير استراتيجيته، فقبل كان يعدم الأحوازيين يعني شنقا في الملأ في الساحات العامة وفي الملأ العام وغير ذلك، الآن في الداخل غياهب السجون والزنزانات، يعني أنه تحت التعذيب أنه يقوم بقتل الأحوازيين أو اغتيالهم أو تصفياتهم بعمليات مثلا نعم. دهس في السيارة على سبيل المثال. فهذه الحالات تكررت في الأحواز، عملية الدهس أيضا لعمال محتجين أمام مبنى المحافظ، فكانوا يطالبون بأجورهم التي تأخرت لمدة شهور فقط ليس أكثر، فجاءت سيارة من جهاز المحافظة. هذه المطالب ربما يؤخر الحديث عنها لما هو أهم منها في المرحلة الحالية. أريد أن أسأل حسن راضي في لندن، يعني تكلم الدكتور عباس الكعبي عن أن جهاز المخابرات الذي يقف وراء التلفزيون الرسمي بحسب توصيفه أو كلامه هو الذي تعمد إظهار هذه الصورة من العنصرية بحق العرب الأحوازيين. السؤال، لماذا تتعمد المخابرات الإيرانية أو السلطات الإيرانية استفزاز العرب الأحوازيين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والتي تحتاج فيها إيران إلى الاستقرار؟ أستاذ حسن تسمعني؟ أنا أسمعك. نعم نعم سمعت السؤال أم أكرر؟ أسمع السؤال. سأكرر السؤال، يعني برأيك بحسب ما قال الدكتور عباس الكعبي من تونس إن السلطات الإيرانية تعمدت من خلال هذا البرنامج استفزاز العرب الأحوازيين، لماذا تتعمد في هذا الظرف المتوتر الذي تمر به المنطقة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سامع صوتي دكتور جهاد؟ مسموع، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام. تحية طيبة لحضرتك والضيفين الكريمين والمشاهدين الأفاضل. أهلا وسهلا. يعني الاستخبارات الإيرانية كانت تقرأ هذا البرنامج أو لا؟ لأنه فكرة يعني الحقد على العرب وأيضا السياسة العنصرية وسياسة طمس الهوية الأحوازية والتغيير الديموغرافي في المنطقة ونكران وجود العرب موجودة على قدم وساق ثلاثة عقود، وهم في كل برامج تلفزيونية وفي أدبهم وفي شعرهم وفي يعني مخططاتهم السياسية على الأرض توحي بأنه لا وجود للعرب، وهذه الأرض يعني هي إيرانية والعرب موجودين يسمونهم عرب إيران، تعلموا اللغة العربية لأنه أستاذ حسن، يعني معظم حلفاء إيران في المنطقة هم من العرب، يعني هي تحالفهم في العراق وفي سوريا وفي لبنان وحتى في اليمن، وربما ذهب التحالف إلى تونس وحتى الجزائر، يعني ليست المشكلة هنا بقدر ما هي السؤال، لماذا تستفز العرب الآن الأحوازيين في هذه المرحلة؟ دكتور، هي ليس لديها يعني المتواجدين التي ذكرتهم هم ليس حلفاء ايران، ايران تستخدمهم كادوات لتحقيق مشروعها السياسي التوسعي في المنطقه، ولكن ماذا تستفز العرب؟ هو
عرب سواسي وهو ليس استبداد، هذه السياسه مبنيه على هذه العقليه وعلى هذه المخططات. هم يعتقدون ليس هناك عرب ولا يعني وهكذا، ليس هناك عرب ولا يحقهم يعيشون على هذه الارض، وهذه الارض منذ فتره طويله بداوا يهجرون القوميه اللوريه المجاوره الاحواز، وليس فقط بمزاعم تغيير ديمقراطيه او باهداف ديمقراطيه منطقه الاحواز السياسي الاستيطاني، بل حتى بمزاعم تحقيقيه، يعني يقولون للور وهكذا يعلمونهم وفي لوحات الشوارع بانه هذه ارض الاحواز هي تاريخيا للقوميه اللوريه. لذلك يعني لا وجود للعرب، ليس في ادبياتهم وفي سياستهم وفي مخططاتهم، هكذا هم يعملون ويجدون انه هذه ارض ثريه بالثروات وبالمياه وكل شيء، هي ارض بلا شعب عربي، فيحاولون بكل ما اوتوا من قوه يخرجون الشعب العربي من ارضه ويستبدلون بالقوميات الاخرى، يعني يردون ارض ويعملون على تغيير ديمغرافيه المنطقه على قدم وساق، وتسربت العديد من الوثائق ومن المخططات وموقعه من قبل رؤساء الجمهوريه الايرانيه وغير ذلك. هذه سياسه عنصريه ممنهجه، يعني تلقن المتلقين في التلفزيون وفي المدارس وفي كل مكان انه لا وجود للعرب، وهذه ارض ايرانيه تاريخيه والموجودون هم تعلموا اللغه العربيه وليس لهم الحق ان يطالبوا بحقوق قوميه او غير ذلك. نعم، يعني استاذ حسين معي انت في الاستديو الان، التوقيت دائما السؤال عن التوقيت في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه المنطقة التي تغلي، ما دلالة التوقيت؟ هل يحمل أي دلالة سياسية برأيك؟ أنا أعتقد يحمل عدة دلالات، أهمها أنه يدركون أن العربستان في إيران لا بواكي لهم. العربستان تقصد الاسم القديم، الاسم الحقيقي، الاسم الرئيسي هي منطقة عربستان الأحواز، هذه لو يدركون أنه لا بواكي لهم، لو يدركون أن هناك عمقا عربيا وقوة عربية تمنع هذا الاستفزاز وتدعم هذا الكيان المحتل، ما كان استفزتهم إيران، بل على العكس كانت استمالتهم. ولكن تدرك أنه العالم العربي يعني يعيش حالة من الهوان، وأعتقد يعني نضيف إلى ذلك أنه العمق العربي لم يكن يوم من الأيام ساندا لعربستان في إيران، بل كان جزءا من المشكلة عبر تاريخي. لاحظ احتلال عربستان في إيران عام 1925 كان أحد أسبابه هو العراق ودول الخليج، ولم تقدم لحد هذه اللحظة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ولا بيانا واحدا إدانة لما احتلته إيران بالتواطؤ مع بريطانيا عام 1925. دولة عربية احتلت وبلعت كاملة ولم نجد أي تنديدا عربيا بهذا، ولحد هذه اللحظة هذا الشعب مقاوم ويرفض هذا الاحتلال، لكن لا يوجد دعما عربيا حقيقيا، دولة واحدة فقط دعمتهم، ولكن هذا الدعم ليس على مستوى التحرير ولا على مستوى أن يحصل حقوقهم، بل هي ورقة تستخدم في حرب باردة ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، ولهذا السبب هذا الدعم لا يكفي حتى المجتمع الدولي. سنأتي على يعني استبقت الأحداث والمحاور، يعني في سياق الحديث عن الدلالات، يعني أنت ذكرت بأن العرب لم يدعموا هذا، سنؤجله نرحله إلى فترة لاحقة من الحلقة، لكن يعني لماذا يعني تستفز العرب الأحوازين إيران؟ قبل أسابيع قليلة كان هناك تظاهرات في كل المدن الإيرانية ضد السلطات، هل من مصلحتها أن تضيف إلى التظاهرات الإيرانية تظاهرات عربية أيضا؟ نعم، هذا النهج العنصري الفارسي، سياسة التفريس اعتمدتها إيران منذ احتلال الأحواز عربستان إلى حد هذه اللحظة. نعم، منذ 93 عاما تمارس سياسة التفريس، غيرت أسماء المدن العربية إلى أسماء فارسية، تصور منعت اللباس العربي في هذه المناطق، منعت حتى أسماء مواليدهم بالأسماء العربية، ومن يسمي ابنه ومولوده باسم عربي لا يمنح الهوية الشخصية. فهذه سياسة التفريس التي اعتمدتها إيران في مناطق عربستان، هذه نهجا لا تستطيع أن تتركه إيران مهما تظاهرت، إضافة أنه النهج الفارسي العنصري هو متأصل ومتجذر في مؤسسات الدولة بل في الشعب الفارسي نفسه. لهذا السبب سياسة التفريس لا تستطيع أن تتركها إيران، وهي سياسة معتمدة منذ احتلت عربستان وحتى في القوميات مع القوميات الأخرى معتمدة هذه سياسة التفريس. ولكن إيران هي لو كان لهؤلاء العرب دعما دوليا
لإيران هي جاهزة لأن تتحول إلى دولة فدرالية أو تتجزأ كاملة. هناك عرب، نسبة العرب فيها أكثر من 10% من نسبة سكان إيران، هناك أذرين نسبتهم ما يتجاوز 30%، هناك أكراد، هناك بلوش، جميع هذه القوميات مضطهدة من قبل القومية الفارسية. نعم. لكن لا يوجد دعم لهذه القوميات بسبب غياب الدعم العربي وغياب الدعم الدولي لهذه الدولة العنصرية. في سياق تظهير الأسباب الحقيقية والدوافع الحقيقية لهذه التظاهرات، ثمة رواية أخرى ربما تنسف كل ما يجري الحديث عنه الآن في هذه الحلقة، أريد أن أسأل عنها الدكتور عباس الكعبي في تونس. دكتور، هناك من يتحدث عن أن السلطات الإيرانية تعمدت استفزاز العرب الأحوازيين لأنها تريد تحريكا أو تغييرا سياسيا عميقا في السلطة الإيرانية. يعني هناك من يتحدث عن رغبة الحرس الثوري اليميني في إيران إذا صح التعبير في تغيير حسن روحاني وفريق الحكم استعدادا لمواجهة محتملة مع ترامب. إلى أي درجة تتفق مع هذه الرواية؟ هذه الأطروحة واردة أستاذي العزيز، ولكنها تنطبق على تحريك الشارع الإيراني وليس الشارع الأحوازي. تنطبق عندما لاحظنا بأن بدأت المظاهرات في نهاية عام 2017 في مدينة مشهد، ونحن نعرف بأن مدينة مشهد هي أكثر مدينة أمنية في كل جغرافية ما تسمى بإيران، باعتبار أن النظام يستمد شرعيته من هذه المدينة. فكيف المظاهرات مناهضة للروحاني وللحكومة تندلع من هذه المدينة؟ فهنا نلاحظ الأيادي الخفية لجهاز المخابرات الإيراني والحرس الثوري، ثم انتشرت هذه المظاهرات من مدينة مشهد وانتقلت إلى مدن أخرى حتى بلغت نحو 64 مدينة في كامل هذه الجغرافية. هنا يمكن أن نقول بأن نعم، هناك أيادي مخابراتية إيرانية تقف خلف هذا الحدث لتأجيج مشاعر الشعب وما سبقه من إجراءات وقضية اختلاس أموال ونهب أموال المواطنين وغير ذلك، حتى تحرك وتهيئ الشارع للانتفاض وللمظاهرات ضد حكومة روحاني. ولكن خرجت المظاهرات الفارطة عن السيطرة بنسبة معينة عندما انتقلت من الموت لروحاني إلى الموت لخامنئي. هنا نسبيا خرجت عن السيطرة بنسبة عالية، ولكن تم قمعها كعادة هذا النظام وهذه الدولة. أما أن يقوم جهاز المخابرات أو السلطات الفارسية في افتعال أزمة من هذا النوع في الأحواز المحتلة في دولة الأحواز العربية، فهنا قد لا تنطبق نفس الحالة أو لا يمكن المقارنة بنفس الحالة. إنما السلوك الاستفزازي هو يكمن في الشخصية الفارسية، في شخصية هذه الدولة، دولة الاحتلال. فنحن من نعيش هناك نعرف بأن الاستفزاز بشكل يومي موجود، ولكن بدرجات مختلفة ودرجات متفاوتة. على سبيل المثال نذكر في عام 2005 عندما هبت انتفاضة الإرادة الأحوازية آنذاك، أيضا جاءت متزامنة بالقرب من ذكرى الاحتلال الفارسي لدولة الأحواز العربية، وأيضا جاءت كردة فعل نتيجة وثيقة تسربت على نطاق واسع من مكتب خاتمي رئيس الجمهورية آنذاك ومدير مكتبه محمد أبطحي، تسربت من هذا المكتب وتفيد بتهجير ثلثي سكان الأحواز إلى مناطق إيرانية أخرى بغرض تفريسها واستيطان وجلب مستوطنين فرس وتوطينهم في محلهم. فكانت هذه العملية الاستفزازية أيضا أدت إلى خلق انتفاضة عارمة في مختلف مدن الأحواز، وأيضا قمعتها بقوة السلاح وغير ذلك. فالسلوك الاستفزازي هو منهج في طبيعة الفارسي، في ثقافته، في يعني الشعور اللاوعي الفارسي، هذا موجود. نعم. في هذه الدولة الفارسية. لكن اللافت حقيقة أن بخلاف أحداث ساخنة كثيرة في مناطق أخرى من العالم، كان هناك ردات فعل دولية تجاه ما يحدث. بخلاف ذلك، رغم سخونة الأحداث في الأحواز، إلا أن هناك فتورا دوليا تجاه هذه الأحداث. نريد أن نبحث الأسباب هذه، ولكن بعد العودة من فاصل قصير.
أسعدكم الله دائما في معكم في الحديث عن تظاهرات العرب الأحوازيين في إيران. أذهب إلى لندن مع الأستاذ حسن راضي. يعني الحديث حديثك كان مركزا على الصبغة القومية، صبغة الصراع القومي فرس وعرب. برأيك هل إضفاء الصراع القومي والعرقي على ما يحدث في الأحواز يخدم الأحوازيين من جهة تعاطف الإيرانيين وحتى غير الإيرانيين في الداخل القوميات الأخرى معهم في صراعهم مع السلطة؟ نعم، حقيقة إذا نظرنا إلى القضية الأحوازية هي ليس معارضة للنظام الإيراني حتى تركز على بعض الأساليب أو التاسيسات أو الخطاب حتى يرضي المعارضة الفارسية أو بعض الأطراف التي تؤيد مثلا إضغاط النظام والحفاظ على الخارطة الإيرانية. مطالب الشعب العربي الأحوازي هي إزاحة الاحتلال، إرجاع السيادة العربية الأحوازية التي سقطت بفعل الاحتلال الأجنبي العسكري الفارسي، ويعني وأيضا لذلك أنه المطالب الأحوازية يعني تتمحور حول إرجاع السيادة، يعني حفاظ الهوية العربية الأحوازية والسيادة لكن معذرة حسن، يعني حسن متابعة الموضوع يعني تكشف عن طبيعة الشعارات المرفوعة، وهي حقهم في تعلم اللغة العربية في الأحواز، وكذلك حقهم في تسلم مناصب كبرى في شركات البترولية. في هذا الإطار تنحصر مطالب الأحوازيين حتى الآن؟ لا، ليس كذلك. يعني لو تابعنا شعارات، أول شعار وأهم شعار يعني عند المتظاهرين هو يعني الأحواز لنا وما نطيها وبنروح بنزديك يا أحواز. يعني ما هي مضامين هذه الشعارات؟ يعني الأحواز لنا ليس لكم، وأيضا يعني نبدي أرواحنا من أجل الحفاظ على الأحواز واسترجاع سيادته أو نموت أو نسترجع الأحواز. هذه الإضافات طبعا هناك أيضا يعني بسبب السياسات العنصرية، سياسات طمس الهوية، تغيير الديمغرافية في المنطقة، الحرمان من فرص العمل من الدراسة، كلها تنعكس على مطالب المتظاهرين، لأن هذا الحرمان ممارسات يومية. يعني هناك من يطالب بالعدالة، يطالب أنه هذا النظام نظاما عنصريا، هذه الدولة دولة عنصرية تمارس سياسة تطهير عرقي وتطهير ديمغرافي في المنطقة. فكل هذه البعض يعتقد أنه هناك لابد وأن نتدرج بالمطالب ونتدرج بالحقوق التي يجب أن نطالب فيها، لكن مضمون كل تلك الشعارات والهتافات وأهداف المظاهرات هي إزاحة يعني كل الظلم والإضطهاد، وهذا لم يأتي بتغيير يعني النظام أو تغيير شخصية أو تغيير حتى يعني أو لصاحب النظام. لأن خرجت إيران من نظام بهلوي، جاء نظاما يدعي جمهوري إسلامي، ولكن أثبتت الممارسات أنه لا فرق بينه وبين النظام السابق، ليس جمهوري وليس إسلامي. وهذه العقلية التي موجودة وتمارسها السلطات الإيرانية عند النظام الإيراني هي كانت موجودة في النظام السابق، وهي موجودة أيضا عند المعارضة الفارسية. ومهما فعلنا ومهما قلنا أنه المعارضة الفارسية هي لا تصطف معنا ولا تأيد مطالبنا، لأنه تعرف يعني مطالب الأحوازيين وحقيقة القضية الأحوازية. هناك شعوب غير الفارسية، وهي تشكل 70% من سكان وخارطة الجغرافية اليوم، هي تقف إلى جانب القضية الأحوازية، إلى جانب الأحوازيين، لأنه قضيتهم واحدة، مصيبتهم واحدة، عدوهم واحد، والظلم والمظالم التي تقع على الشعب الأحوازي تقع على الأذربيجاني والكردي والبلوشي والتركماني. لكن يعني الاتفاق هو موجود بين الشعب الفارسي في السلطة والمعارضة، لكن هل رفع الشعارات القومية أنه هل تجلب لنا المساندات أو غير ذلك والدعم الأجنبي الغربي أو العربي؟ هذا يعتمد على المصالح الدولية والمصالح العربية. نعرف جيدا أنه المصلحة العربية، مصلحة الأمن القومي العربي هي ليس بتغيير النظام. سأعود حسن، سأعود إليك للحديث عن هذا الموضوع معك بالذات، لكن دعني الآن أسأل حسين. يعني يكاد يكون رجع الصدى لما يحدث في الأحواز خارج إيران عربيا ودوليا يكاد يكون رجع الصدى معدوما، لماذا برأيك؟ ما تفسير ذلك؟ ولهذا السبب هناك تواطؤ دولي في هذه القضية. نعم، هذه القضية، قضية الأحواز وقضية فلسطين، قضيتين كانت سببها هو النظام الدولي الجديد الذي أسس بعد الحرب العالمية الأولى
فلسطين أعطيت لليهود، عربستان أعطيت للفرس، فلا يمكن لهذا النظام نفسه الذي أعطى عربستان للفرس وأعطى فلسطين لليهود هو نفسه هذا النظام سوف يعيد الحقوق لأصحابه. لهذا السبب لا تجد أذن صاغية لهذا. كذلك العمق العربي هو غير داعم لقضية عربستان، ولو يدعمه لكان خيرا للعرب، لأنه عربستان هي العمق الاستراتيجي للعالم العربي وهي بوابة تصد من جهة الشرق. من جهة الشرق، من جهة الشرق نعم، لأنه عربستان لو تأتي على خريطتها هي بجوار العراق وعلى ضفة شط العرب، وهي كانت جزءا حتى دعا الشيخ خزعل إلى كونفدرالية. خزعل الكعبي آخر أمير لقطر. الشيخ خزعل الكعبي دعا إلى كونفدرالية ما بين الكويت والعراق ومنطقة عربستان، ولكن وجهت من قبل بريطانيا، وهذا سبب دفعت عربستان هذا الثمن عام 1925 عندما احتلتها إيران. فكان هناك، إذا علينا أن ندرك أنه وجود عربستان في هذه المنطقة، طبعا إيران تدعي بأنها تابعة لها، علما أن عربستان تحدى حدود طبيعية ما بينها وبين إيران، جبال زاغروس من جهة إيران وشط العرب يعني ما بينها وما بين إيران، فبالتالي هي دولة مستقلة استحوذت عليها إيران من قبل بريطانيا. فكيف ببريطانيا والنظام الدولي الآن القائم سيعيد هذه الحقوق إلى؟ لكن تغيرت المصالح وتغيرت العلاقات ونشأ نظام دولي جديد. أعطيك مثال، عام 1928 قامت ثورة عربستانية واستطاعت أن تستقل لمدة 6 أشهر وأعلنت حكومة داخل عربستان. قامت بريطانيا بمعاونة بمساعدة إيران لقمع هذه الانتفاضة وإعادة عربستان إلى إيران. لكن ولا دور بريطانيا أستاذ؟ ما زال النظام الحاكم الذي وضع بعد الحرب العالمية لحد الآن هو الذي يحكم العالم. لا بد من حدث دولي كبير تستطيع عربستان وفلسطين أن تعود لأصحابها. أما وفق هذا النظام حقيقة أنا لا أقول لست محبطا، لا بد أن يستمر الحراك، لا بد أن تستمر المنظمات تعمل، لا بد مطالبة بالحقوق، ولكن علينا أن ندرك أن هذا النظام الدولي وهذا النظام العربي أيضا هو غير مؤهل لتحرير عربستان وفلسطين. نعم دكتور عباس، هل تملك هذه الاحتجاجات في الأحواز من القوة والثبات والجدية ما يؤهلها لاصطفاف العرب وراءها وبالتالي استثمارها في صراع بعض هؤلاء العرب مع إيران؟ دعني بداية أسجل احترازي أو ملاحظتي على ما تفضلتم به بأن مطالب المتظاهرين المنتفضين في الأحواز حاليا وكأنها تتوقف عند بعض الحقوق الإنسانية وغير ذلك، والأمر ليس كذلك إطلاقا أستاذي العزيز، باعتبار أننا نستمع إلى هتافات المنتفضين الأحوازيين وهم يرددون شعارات الأحواز حرة حرة والفارس يطلع برا، أو بنروح بالدم نفديك يا أحواز، أو نعم نعم للتحرير. فواضح بأن المنتفضين هدفهم وغايتهم هي الاستقلال والتحرير والتخلص من هيمنة الدولة الفارسية ولا تتوقف عند الحقوق الإنسانية. أما مدى فرص وإمكانية استمرار هذه الانتفاضة، بداية نقول حتى لو قمعت هذه الانتفاضة، لا أنا لم أسأل عن فرص الاستمرار، هذا سأتي عليه دكتور عباس، لكن برأيك يعني هذه التظاهرات هل تقدم للعرب الذين بالذات منهم من يتصارعون مع طهران، هل تقدم لهم وجبة دسمة يمكن أن يستثمروا فيها في صراعهم والمكاسرة مع طهران؟ أنا لا أؤمن التي تدعي أو ترفع راية المواجهة ضد إيران أستاذي العزيز. فالمعروف بأن على سبيل المثال العراق عندما خلال الحرب الإيرانية العراقية من عام 80 إلى 88 لم يستثني العراق الشعب العربي الأحوازي أبدا، وكان الشرف بالوقوف إلى جانب العراق والتصدي إلى الدولة الفارسية وترجيح حتى كفة الحرب لصالح أشقائنا العراقيين في كل المعارك بين العرب في كل المعارك والحروب بين العرب والكيان الصهيوني، لم يستثني العرب أبدا أشقائهم الفلسطينيين. فكيف الآن لدول تدعي بأنها تواجه إيران ولكنها تستثني الأحوازيين ولا تشاركهم؟ فهنا لا أقول بأنه يدل على عدم وجود استراتيجية عربية فحسب، إنما يدل على عدم وجود جدية في هذه المواجهة. فإذا لا نلاحظ بأن هناك جدية من قبل أشقائنا العرب الذين يدعون بأنهم دول مواجهة ضد إيران، وإلا فالمواجهة لا تأتي ولا تكون بهذا الشكل. فالمواجهة تحتاج إلى استراتيجيات يكون الأحوازيين شركاء في هذا التحالف وفي هذه الاستراتيجية. ألا يمكن أن تمثل الأحداث الآن في الأحواز دكتور عباس فرصة لتطوير وبلورة استراتيجية عربية لمواجهة طهران وخصوصا في الجانب السعودي؟
يفترض أن يكون ذلك، ولكن حتى الآن فالموقف الرسمي العربي، اعذرني أستاذي الكريم، دعني أقول بأنه مشين وهو مخزي حقيقة، ولا نلاحظ أي موقف رسمي عربي، ولكن هناك مواقف صدرت من أطراف ومنظمات عربية. على سبيل المثال الموقف الشهم والشجاع من قبل المؤتمر الشعبي العربي، الموقف الشهم من قبل مثلا الحزب الوحدوي الشعبي اليمني، هناك مواقف جاءت من أحزاب عربية، من منظمات عربية، من أطراف عربية غير رسمية أو ربما لديها تمثيل في البرلمانات العربية، أما موقف رسمي عربي حتى على الصعيد الإعلامي أستاذي الفاضل، فهذا الحراك في الأحواز، هذه الانتفاضة تحتاج إلى حاضنة، تحتاج إلى تغطية إعلامية، تحتاج إلى تغطية سياسية وقانونية عربية على نطاق واسع. متى يمكن دكتور عباس، متى يمكن أن تشكل أحداث الأحواز نقطة مفصلية في تحول الموقف العربي الرسمي لدعم الأحوازيين في صراعهم مع الإيرانيين، إذا تبنينا الرواية التي تفضلت بها؟ حينما تأتي التعليمات من الدول التي رسمت حدود المنطقة على التي أفرزتها اتفاقية سايكس-بيكو سيدي الكريم. نعم، دعني أذهب أسمع رأياً آخر من حسن راضي في لندن. يعني ما الذي ينبغي على النخب الأحوازية، سواء كان في الداخل من بقي من هذه النخب في الداخل في الأحواز أو في الخارج في الدول العربية وحتى في الدول الأوروبية وأمريكا، ما الذي ينبغي أن تقوم به أو أن يقوم به هذه النخب للفت نظر العرب والمجتمع الدولي لقضيتهم؟ نعم طبعا الأحوازيين في المناطق هم عملوا الكثير، يعني عملوا بجهود ذاتي، لكن يعني أعمال كبيرة وجبارة، مشاركاتهم في يعني اجتماعات الأمم المتحدة في لجان حقوق الإنسان وغير ذلك، وتحدثوا بوثائق دامغة تدين جرائم النظام الإيراني بحقهم وسياسات التطهير العرقي والقتل والاعتقالات وغير ذلك، وهم أيضا يعني ذهبوا وما زالوا يعني يذهبون إلى المؤسسات الدولية المهمة وللبرلمانات الغربية وإلى المؤسسات يعني والوزارات في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة، ويشرحون كثير من القضايا، والدول الغربية ومؤسساتها تعرف بكل تفاصيل القضية الأحوازية وبكل تفاصيل ما يحدث في الأحواز وفي جغرافية إيران، وهم ينتظرون ربما الفرص. هم ليس ملتزمين بسايكس بيكو او اي اتفاقيه لكن اخرى، لكن حسن معذره عن المقاطعه، لكن النخب الاحوازيه رؤوس الفكر والسياسه والاحوازيين ممن يعيشون خارج ايران خارج الاحواز يعني منقسمون، ليسوا يعني متفقين على مقاربة ورؤية استراتيجية لهذه المرحلة للمواجهة، ما الذي يمكن أن يفعلوه لتقليل هذا الانقسام الداخلي فيما بينهم؟ لا أستاذ جهاد، دكتور جهاد، الأمر ليس كذلك، يعني هذه ربما يعني تريد أو الذين يبررون عدم وقوفهم إلى جانب القضية الأحوازية يبحثون على هذه المقررات أنه الأحوازيين غير متفقين، بالعكس تماما، الأحوازيين هم أكثر شعوب في يعني في جغرافية إيران هم متفقين ومتحدين ويعملون مع بعض، لكن بعض الخلافات في الرؤى هذا شيء طبيعي بالعمل السياسي. انظر للقضية الفلسطينية كم هي ممزقة وكم هي مشتتة، لكن هذا لا يعني هذا لا يمنع دعم الدول العربية وبعض المؤسسات الأخرى للجهات التي تقتنع أو تتفق معها في الرؤية أو في الأهداف. نعم. ولكن الأحوازيين متفقين يعني في الهدف وفي الأعمال، وهم يعملون اليوم في يعني مؤسسات مع بعض وبالتنسيق. لكن أنا أقول أنه عندما يثبت الأحوازيين أنفسهم على الأرض ويغيرون المعادلة على الأرض، فحين ذاك تأتي الدول العربية وتأتي الدول الكبرى هي تأتي تتحاور مع الأحوازيين من أجل الحفاظ على مصالحهم. نحن نتجه إلى تلك النقطة، نعي جيدا أنه لا يأتون إلينا من خلال زياراتنا لهم أو من خلال يعني احتجاجنا أمام السفارات أو أمام المؤسسات أو زياراتنا، لأنه نعرف جيدا في العلاقات تبنيها المصالح، وهذه المصالح هي على الأرض، لأنه الأحواز هي يعني تشكل موقع استراتيجي مهم يعني كل العالم من جهة، وثرواتها الهائلة، الغاز الطبيعي أو حجم احتياط الغاز في العالم هي الثاني في العالم، وفي البترول الثالث، بمعنى هي ليس بقعة مقطوعة غير مهمة للعالم، بل مهمة للعالم، والحراك الداخلي في الأحواز هو الذي سيغير المعادلات وسيبني مشاريع. نعم.
لكل من يريد أن يحفظ على السلطات. الحراك الداخلي في الأحواز، إلى أي درجة يمتلك الأحوازيون فرصا للاحتفاظ بزخم هذه التظاهرات والاستمرار فيها بالتالي مستقبلا؟ هذا ما نناقشه، لكن بعد العودة من فاصل أخير. أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم، وفيه نبحث مآلات هبة الأحوازيين في إيران. حسين، يعني إذا انطلقنا من الخلفية التاريخية ومن البعد القومي الذي ركزت أنت وكذلك حسن راضي في لندن في الحديث عليه، إيران لا توجد فيها بس فقط العرب، هناك العرب والأكراد والبلوش والأذريون، وهو أقلية كبيرة جدا في إيران. ما فرص انتقال هذه التظاهرات وهذه العدوى إلى تلك الأقليات في ضوء الوضع الواقع السياسي الإيراني في الداخل؟ لهذا السبب أنا أختلف مع الأستاذ حسن عندما قال نحن لسنا معارضة، نحن دولة محتلة، يعني مطالبين باستقلال. نعم أنت تطالب باستقلال، ولكن هناك قوى معارضة تستطيع أن تلتف معك وتحقق أهدافك، وأهم هدف يتحقق لجميع المعارضة الإيرانية وهو تحويل إيران إلى دولة فدرالية. عندما تكون إيران دولة فدرالية تستطيع جميع الأقليات الحصول على حقوقها، الأكراد في منطقة شمال غرب إيران، العرب في منطقة جنوب غرب إيران، الأذرين والفرس، آنذاك ممكن أن تحقق أهدافك. فلا يمكن أنه تفقد الوسيلة بسبب أنه أنت لست معارضا وأنت دولة محتلة. احتلتك إيران، نعم احتلتك إيران ووضعك مختلف، ولكن لابد أن يكون هناك لك قاسم مشترك مع المعارضة الإيرانية، وأهم قاسم مشترك هو الاتفاق الاستراتيجي على أن تكون إيران دولة فدرالية، ومن ثم تشكل الأقاليم على أسس قومية أو على أسس عرقية كما حصل الآن في العراق ويحصل في بقية الدول التي عانت من مشاكل، في يوغوسلافيا عانت نفس المشاكل، في العراق. لهذا إيران ليست محرم عليها أن تكون دولة فدرالية تحترم فيها حقوق القوميات الأخرى، وهذه القوميات بمجموعة هي أكبر من القومية الفارسية التي لا تساوي 30% من مجموع السكان. هذا هو القاسم المشترك. المجتمع الدولي حجته عدم توحيد المعارضة، جميع المعارضة يتكلم مع المجتمع الدولي هو عدم توحيد صفوة. على العكس هذا القاسم المشترك يتفق عليه. أما الأحوازيين جميع مؤسساتهم من حزب السعادة إلى جبهة الوطنية إلى جبهة تحرير عربستان، جميع مؤسساتهم متفقة على أنهم محتلين من قبل العدوان الفارسي الإيراني، ولكن مختلفين تكتيكيا. هذا التكتيكي يركز عليه الغرب الذي لا يريد أن يدعمهم، وكذلك يركز عليه قسم من العالم العربي. للأسف الشديد علينا أن نركز على قضية استراتيجية جدا في إيران، وهي المجتمع العربي. عربستان محتلة من قبل إيران، وهناك معارضة تخدم لهدف استراتيجي كبير وهو جعل إيران دولة فدرالية كما هو الحال ببقية الدول. لا توجد مشكلة ليس حل، ولكن لابد أن تكون هناك إرادة من المجتمع الدولي لدعم هذه الكيانات المعارضة لهذا النظام، وإلا تغيير النظام لوحده لا يكفي، لابد من تغيير الدستور الإيراني حتى تستطيع البقية القوميات والأقليات الحصول على حقوق. نعم دكتور عباس، نقطة مهمة أثارها حسين السبعاوي عندما تحدث بأن خطاب المعارضة الأحوازية ينحصر في النطاق القومي والاستقلال عن الاحتلال الإيراني كما هو في أدبياتكم السياسية، ألا ابتعادكم عن الأقليات الأخرى وعن المعارضات الأخرى الموجودة في إيران ألا يضعف من موقف الأحوازيين ومن زخم وفرصهم في استمرار هذه التظاهرات في المرحلة المقبلة؟ بداية دعني أحدد المفاهيم المصطلحات. نحن لسنا بمعارضة بل مقاومة، لطالما الجميع يتفق على أن هناك احتلال وقع على دولة الأحواز العربية، ووضعها القانوني قبل الاحتلال كان بمثابة دولة باعتبار كانت تتمتع بالسيادة الداخلية والخارجية، فهذا يعني بأنه من حق هذا الشعب بأن يرفع مبدأ المقاومة وليس المعارضة. نحن لا يهمنا هذا النظام ان تغير النظام الشاه فجاء نظام الخميني، فما الذي تغير بعد
الأحوازيين لا شيء، المزيد من القمع، المزيد من الإرهاب، المزيد من المجازر بحق الأحوازيين. أما فيما يتعلق بالشعوب غير الفارسية ضمن ما تسمى بجغرافية إيران كالبلوش، الآذريين، التركمان والأكراد، فهذه الشعوب والأحزاب الممثلة الوطنية الممثلة لهذه الشعوب تقول نحن شعوب ولسنا بأقليات، وترفض مصطلح أو تسمية الأقليات أو نسب تسمية الأقليات لهذه الشعوب، ولدينا تحالف مع هذه الشعوب، الشعوب غير الفارسية، والدليل على ذلك بأن بيانات متتالية صدرت عن الأحزاب والقوى الوطنية الممثلة لهذه الشعوب أيدت وباركت انتفاضة الأحوازي وحق الشعب العربي الأحوازي في تقرير المصير، وأدانت بشدة القمع الإجرامي لدولة الاحتلال الفارسية ضد الشعب العربي الأحوازي. فلدينا تحالف مع هذه الشعوب ليس المعارضة الفارسية، المعارضة الفارسية حكرا على مجاهدي خلق والتيار الملكي في إيران، هذه هي المعارضة الفارسية، واليساريين بالنسبة أيضا معينة، ولكن الأكثر ربما أنه أكثر ظاهرين في للعلن والإعلام وغيره هم منظمة مجاهدي خلق والتيار الملكي الإيراني، الملكيين الإيرانيين لا هم المعارضة الفارسية. وعندما تطرح قضية الأحواز أو قضية الشعوب غير الفارسية مع هذه المعارضة الفارسية فسوف تجدهم أكثر عنصرية حتى من النظام الحاكم نفسه، هذه من ناحية. من ناحية أخرى يحرم على الدولة الإيرانية بأن تتمتع كما قال الأستاذ العزيز السيد حسين بالفيدرالية، إطلاقا الأمر ليس كذلك، فإحدى التعريفات الفيدرالية تقول الانضمام الطوعي إلى الدولة المركزية، فنحن من بعد هذا النضال الطويل ومن بعد قوافل الشهداء والاعتقالات والتعذيب والحرمان اليوم نطالب بالانضمام الطوعي إلى الدولة المركزية في طهران، هذا لا يجوز. هذه النقطة. النقطة الأخرى، لكن ليس لديكم ليس لديكم طرف الاختيارات في هذه المرحلة دكتور عباس. وفرضا لو اختارنا الفيدرالية هل سينتهي الأمر وهل أنه ستحل القضية العربية الأحوازية؟ إطلاقا لن تحل، وقضية لطالما هناك قضية احتلال فقضايا الاحتلال لا تقبل أنصاف الحدود. يعني ترفعون السقف من أجل الحصول على الأقل مثلا؟ السقف هو عالي أساسا ونحن لا نرفعه، لطالما هناك احتلال فبالمقابل هناك مقاومة. طال الزمن أم قصر سيدي الكريم، الجزائر حققت استقلالها بعد أكثر من قرن، بعد 130 سنة، بعد ما ضحت بمليون ونصف المليون شهيد. وهكذا هي بالنسبة للدول. فقط نقطة أردت أن أشير لها هناك، نعم ممكن أن تنطبق لك الفضل الفيدرالية في بعض الحالات في كندا في سويسرا على سبيل المثال، عندما يكون هناك قواسم مشتركة، عندما تكون هناك وحدة مصير، عندما تكون هناك وحدة أهداف بين الشعوب التي تعيش ضمن فيدرالية دولة معينة، فما هو القاسم المشترك بيني وبين الفارسي المعبأ والمشبع بالعنصرية تجاه كل ما هو عربي؟ كيف يكون لي قاسم مشترك ووحدة هدف ومصير مع هذا؟ إنما وحدة المصير بين الأحوازي وبين العربي، وحدة الهدف هي بين الأحوازي وبين العربي وليس مع العربي وليس مع الفارسي. في سياق الحديث عن استقلال الأحواز كما يتكلم النخب الأحوازية سواء في الخارج أو الداخل، سؤالي لحسن راضي، يعني إيران السلطات الإيرانية هناك من يقول بأنها فرغت المجتمع الأحوازي من نخبه، هم بين قتيل ومعتقل وهارب إلى أوروبا أو الغرب عموما، ما فرص أو ما خيارات الأحوازيين في الاحتفاظ بزخم تظاهراتهم ومواجهة إجراءات السلطة في ظل غياب هذه النخب على الأرض؟ نعم، أنا أعتقد طبعا هو الشعب العربي الأحوازي هو 10 ملايين، وصحيح أنه جرائم الدولة الفارسية كثيرة، قتلت واعتقلت يعني خلال الفترة الماضية بالآلاف، لكن هذا لا يعني أنه الشعب العربي الأحوازي خلى يعني من النخب أو من المناضلين. اليوم نراهم في الشوارع هم الأطفال والنساء والشيوخ والشباب وفي من كل فئات المجتمع الأحوازي، بالعكس نرى أن الشعب الأحوازي والساحة الأحوازية يوم بعد يوم تتطور وتتكامل وتتقدم خطوات ثابتة إلى الأمام رغم كل القمع والاحتلالات وسياسة التهجير وسياسة تغيير ديمقراطية المنطقة، لأنه يعني لأنه حركة هي حركة نراها في تطور. لو قارنا الحركة الأحوازية اليوم قبل 10 سنوات بالتأكيد هناك يعني كسبت تجارب، كسبت يعني دعم الشعوب غير الفارسية، كسبت كثير من الأصدقاء، يعني حققت أهداف، الوعي القومي والإيمان بالقضية الأحوازية تصاعد، هذا هو الكفيل الذي سيحقق أهدافنا عندما تكون واعيا ومؤمنا بقضيتك وتصر على تحقيق أهدافك. لكن
الرجوع إلى ما تفضلتوا به، هل المشكلة بالسقف العالي أم المشكلة بالدولة الفارسية التي لا تريد أن تطبق حتى المادتين بالدستور الإيراني؟ يعني هناك المنظمات السياسية الأحوازية تطالب بتحرير والاستقلال، لكن هناك يعني الذين يعملون مع النظام الإيراني 40 عاما وهم يطالبون بتنفيذ المادة 15 والتاسعة عشر التي تنص على تدريس اللغة العربية في المدارس وتنص على الحقوق الثقافية، وهناك مؤسسات مدنية تعمل وتنشر في الإطار الثقافي ولا يسمح لها أن تنشر ويعتقل أصحابها ويقتلون ويعدمون باتهامات واهية، بمعنى أنه ليس المشكلة بالسقف العالي لكن المشكلة وصلت الفكرة الفارسية التي تريد أن تقضي على هذا الشعب وتأخذ أرضه وثروات. نعم وصلت الفكرة. حسن يعني الختام معك، ما التداعيات التي يمكن أن تحدثها هذه التظاهرات التي يبدو أنها تتزايد يوما بعد آخر على المشهد الداخلي في إيران؟ النظام في إيران والوضع في إيران هو مشجع لاستمرار مثل هذه التظاهرات وتمددها نتيجة القمع والأسلوب العنصري الفارسي المعتمد لدى الدولة الإيرانية عبر تاريخها ضد الشعوب والقوميات الأخرى المتواجدة، وهذه فرصة لتمدد هذه المظاهرات والتحالف والتكاتف ضد هذا النظام البغيض العنصري من البلوش ومن الأذرين ومن الأكراد، لأنه كلما تمددت هذه التظاهرات أفقيا نعم لا تبقى محصورة على العالم على المجتمع العربي والشعب العربي من عربستان، بل تذهب إلى الأكراد وإلى الأذرين وإلى آخرين، سيضعف النظام وينكفئ. لا ينتظر فقط دعما خارجيا بقدر ما يعتمد على توحيد صفهم الداخلي. أنا ما زلت أقول أنه تغيير الدستور الإيراني من قبل المعارضة الإيرانية وإسقاط هذا النظام هو الحل الأول، ممكن تنتقل إلى حلول أخرى، أما الفيدرالية فهي أنواع، الفيدرالية أنواع، هناك فيدرالية وبعد تقرير مصير، أما أن ننتظر لهذا من هذا النظام الدولي الذي هو سلم عربستان إلى فارس والذي هو سلم فلسطين إلى اليهود، لا يمكن أن يكون هناك دعما لا عربيا ولا دوليا. نعم أشكرك في ختام هذه الحلقة. طبعا مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة أشكر الأساتذة حسين السبعاوي الباحث في التاريخ كان معنا في الاستوديو، وعبر سكايب من تونس العاصمة دكتور عباس الكعبي رئيس المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم، وعبر الهاتف من لندن حسن راضي مدير المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى لقاء.